يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلونا نتكلم في الفقره دي عن اللياقه البدنيه وعن تحديدا كمال الاجسام. اللي من حضراتكم مهتم بهذا الملف ارجو ان هو يتابع فقرتنا دي، اكيد هيستفيد من طبعا ضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا واللي هنتكلم معاه في كتير من التفاصيل حول اللياقه البدنيه وحول رياضه كمال الاجسام. منورنا النهارده كابتن احمد عصام، يا صباح الخيرات واهلا بيك معانا. صباح الخير عليك يا استاذ كريم. صباح الفل. بونجور. صباح الهنا عليك كابتن احمد. الله يخليك. سعداء بيك، وملف مهم جدا، لان خليني ابدا كده من الزاويه دي. احنا عندنا مفاهيم مغلوطه جدا عن كمال الاجسام وفكره ان انا ازاي شكلي يبقى يعني صحي وشكلي يبقى فيه زي ما بتقال كمال فعلا، ولكن بقى ممكن يكون داخليا انا باكل اكل ان هيلثي، اللايف ستايل بتاعي مش كويس، حاجات تانية كتيرة، يبقى المظهر حلو لكن الداخلي كارثة تانية، وده ناس كتيرة جدا للأسف بتعاني منه. وبلس على ده كمان في ناس بتاخد أو بتتبع أساليب مغلوطة، منها اللي هي مش الفيتامينز، اللي هي بتبقى المكملات اللي منها مضر ومنها بيسبب كمان مشاكل كتيرة جدا صحية، وما بيركزوش في ده أبدا، وكل اللي فارق معاهم بس الشكل الخارجي. النهاردة بقى عايزينك تقول لنا إزاي أعمل شكل سليم تمام، وفكرة أصلا كمال الأجسام بالنسبة للرجل والمرأة، بس كمان أبني صح من الداخل. خلينا نبدأ من هنا. طيب، هو سؤال كبير إجابته عايزة حلقة أنا عارفة، بس على قد ما تقدر يعني. طيب بصي، خلينا نتكلم إن أول حاجة إن اللي بدنك عليك حق، صح؟ فأنا ربنا خلقني في أحسن صورة وأحسن تقويم، فأنا واجب عليا إن أنا أحافظ على جسمي. طب إزاي أحافظ على جسمي؟ أولا النيتريشن بتاعتي، الأكل هو سبب أصلا، يعني سبب كل المشاكل اللي بتحصل للجسم عن طريق الأكل. بيقولك دايما أنت الأكل اللي بتاكله، يعني أنت بالظبط، يعني الانهيلثي بيبقى unhealthy. هو الفكرة إن إحنا الناس عندها مفهوم خاطئ جدا عن موضوع الأكل، لأن الأكل هو أصلا هو العنصر الأساسي لبناء الجسم او الكمال الاجسام عامه. يعني انا عشان خاطر احافظ على شكل جسمي واحافظ على المستوى بتاعي وابعد عن اي مرض من الامراض المزمنه زي السكر والضغط وكل المشاكل اللي بتحصل من السمنه، هي فكره الاكل. هنتكلم عن الاكل باختصار، وهنتكلم عن الاكل بشكل يعني مجمل وسريع تمام، بحيث ان احنا نقدر نفهم ايه الاكل اللي ممكن ناكله علشان خاطر نحافظ على صحتنا. انا ما بتكلمش دلوقتي عن الرياضه، انا بتكلم على النيوتريشن بتاعتي. احنا بنبني لسه من الداخل، يبقى اول حاجه النيوتريشن او النيوتريشن بتاعتي. اوكي خلاص، هي الرياضه هي لايف ستايل، ملهاش سن معين وملهاش سن محدد خالص. يعني انا عندي من اول ما الطفل بيبلغ مثلا 3 أو 4 سنين ممكن ان احنا نبدا نستارت ان الطفل يروح يلعب مثلا الرياضه اللي انا بفضلها او اللي انا بحفز الناس اللي انا بشوفهم للاولاد، الجمباز والسباحه. للولاد والبنات. للولاد والبنات، ان هو لسه في مرحله النمو، فانا جسمي محتاج ان انا العب رياضه تخليني ان انا اواكب الحياه، ابقى انسان رياضي طالع بمستوى كويس، محافظ على اللياقه بتاعتي، لان الرياضه هي اساس الحياه، هي اساس كل حاجه. يبقى انا عشان خاطر اخلي الطفل من صغره ينمو عنده فكره الرياضه، انا كده ببعده عن كل المشاكل اللي هي زي ممكن ان انا اتجه اتجاه خاطئ والجا الاتجاه مش بتاعي. بيبقى لايف ستايل، ان احنا لما بنروح الجيم حتى مش بنمارس رياضه، بنروح الجيم حتى على كبر ما بنعرفش نواظب. انا كده انا من الناس بالزبط. دي جدا يعني، فانا يعني ان انا اروح شهر اتنين وبعدين خلاص بالظبط. فانا ان انا انمي في الطفل عندي ان انا هيحب الرياضه من صغره، هيفضل طول حياته وانا واثق ومطمن من ناحيته ان هو عمره ما يتجه لاتجاه خاطئ ويبعد عن اي مشكله او اي حاجه تسبب لي مشاكل للعيله وللاسره. يبقى انا اطلع حبيبه في الرياضه واخليه عنده حته التنميه الفكريه في ناحيه الرياضه، ان هو يحب الرياضه. والانسان لو حب الرياضه هيحب حياته، هيبقى عنده ثقه في نفسه، وهيبقى حياته كلها مبنيه بشكل اساسي وشكل سليم، ان هو محافظ على حياته، ان هو قادر ان هو يعني يبقى عنده ثقه في نفسه، يحب حب الرياضه ذات نفسه اصلا بيخليك ان انت انسان متفتح عقليا، بتحب شغلك، بتحب حياتك، بتحب كل حاجة، حتى المذاكرة وانت بتذاكر بيبقى عندك نفس اللي انت عندك ثقة في نفسك من ناحية انت محافظ على نفسك وما عندكش أمراض. في رياضة كمال الأجسام فعلا النسبة 60-40، 60% تغذية و40% تمرين. بالظبط، هو النيتريشن، ما احنا زي ما اتكلمنا هو أساس كل حاجة، إن أنا إزاي بدخل جسمي أكل صحي بيبعد عني أي مشاكل صحية، بحيث إن أنا أقدر إن أنا أشيل أوزان كويس بشكل كويس، إن أنا جسمي ذات نفسه بيتغير. يعني
انا هي حسبه بتاعت نسبه وتناسب، حاجه اسمها البي ام ار، بتحكم في السعرات الحراريه. انا جسمي وعمري ووزني بيحتاج نسب معينه من الاكل. احنا عندنا المعادله بتقول 2-1-1، اللي هو بدخل لكل كيلو في جسمي 2 جرام بروتين وجرام كربوهيدرات وجرام دهون. بس في ناس ما بتقدرش تدخل الانبوت ده كله فبتلجا للمكملات، ودي كانت نقطه مهمه كانت بتسالك فيها نهاوان بفكره المكملات الغذائيه اللي في بعض الاحيان بتبقى سيئه السمعه، يعني الفتره الاخيره عشان برضو التاكيد متابع ليندر اللي توفى وواحد من مشاهير كمال الاجسام والموديلنج، برضو ابتدى الكلام يرجع مره ثانيه عن مدى سلبيه بل وخطوره المكملات الغذائيه اللي بينتج عنها حالات وفاه في كثير من الاحيان. لا خلينا نتكلم، هو فكره السبلمنت او المكمل الغذائي هو فكره نفس الاكل، هي الفكره ان جسمي، انا جسمي بعد ما بخلص تمرين عشان اكل وجبه بعد التمرين، عقبال ما بتوصل للجسم وتتحرق وتوصل في الدم بتاخد من ساعه ونص لساعتين. فكره السبلمنت هي فكره مكمل غذائي ملهاش علاقه بالهرمون، يعني دي حاجه ودي حاجه. السبلمنت هو نفسه، لان ده دراسه اصلا. السبلمنت هو مكمل غذائي. يعني في يوم الناس تقول لك بيترسب في الكبد وفي اعمار معينه مش صح ان هو تاخد سبلمنت. بالظبط، هو فكره المكمل الغذائي هو فعلا بيترسب في الكلى، بس امتى يترسب في الكلى؟ لما انا ما ادلوش حقه، يعني انا لو عملت مجهود وطاقه تخليني ان انا مؤهل ان انا اخد سبلمنت في الحاله دي اتس اوكي، مفيش مشاكل ومفيش اي حاجه صحيه خطر عليا طول ما انا بشرب ميه كويس. هي فكره المكمل الغذائي هو ان هو بيمشي في الدم بسرعه، يعني في اقل من 10 دقائق فبيروح على الماسلز على طول. لكن فكره ان انا اخد مكمل غذائي من غير ما اتمرن ومن غير ما اعمل اي حاجه عشان اقول ده بديل الاكل، ده فكر خاطئ، لان فعلا الحاجات دي بتبقى كيميكال، هي بتترسب على الكلى فعلا. بالظبط. فانا انصح الناس ان هي تلجا للاكل اكتر ما تلجا للسبلمنت، وعشان تاخد حاجه زي كده لازم يكون عن طريق دكتور، لان في ناس اصلا بتبقى نحيفه جدا ما بتقدرش ان هي تدخل وجباتها كلها، فالدكتور بيبدا يستعين بالمصدر، يبقى دكتور حد متخصص، حد متخصص، مش نقعد ننصح بعض، مش الاعلانات اللي بنقعد نسمعها. لا هو الموضوع يعني يا جدعان، الموضوع مش يعني مش بالشكل العشوائي، لان ده موضوع اصلا يضر اي حاجه تخش جسمك، لازم تتاكد 100% ان انت تستعين بدكتور، لان في حاجات ما ينفعش تخشها، وكمان فكره ان احنا ممكن ناخد منتج اصلا ما يكونش ذو ثقة فيحصل لي مشاكل، لان في حاجات كتير بتتعمل بشكل غير شرعي. بالظبط، تحت السلم زي ما بيقولوا. فيا ريت حتى الاطفال كمان بيبقى عنده هوس ان هو يخش للجيم، يا كوتش انا عايز ابدا، عايز اخد سبلمنت، عايز ابقى زي الناس اللي جوه. لا الموضوع خاطئ، لازم ياخد وقت. بالظبط، السرعه برده في النتيجه عشان ياخد حاجه، يعني ياخد حاجه زي كده لازم تحت استشاره طبيه او تحت استشاره الكوتش بتاعك، لان هو ادرى بيك. هو في حاجه اسمها فروق فرديه، انا بتعامل مع الشخص اللي داخل لي، مش كل الناس بتمشي على ستيب واحد او على 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 خط، يعني خطوه واحده، كل واحد مختلف عن التاني. انا ببدا اتعامل مع الشخص اللي داخل لي على حسب الفروق الفرديه، هو تخين، هو اصلا شخص بيجنر لسه مبتدئ ما يعرفش اي حاجه، فلازم اتعامل مع الناس على الفروق الفرديه، مش كلها اسطمبه واحده او مش كلها شكل واحد. كويس. لازم اتعامل مع الناس. طيب كابتن احمد، هنروح شويه نرجع لموضوع التغذيه بشكل بقى نركز فيها اكتر. اول نقطه التغذيه السليمه، الاكل الصحي اللي احنا مفروض مش قادرين نستوعبه كلنا، ان الاكل الصحي مكلف اكتر من الاكل العادي. يعني انا ممكن اكل مكرونات وحاجات دي اسعارها موجوده يعني في متناول الجميع، لكن عشان ناكل صحي لازم اكل معين وبشتري حاجات معينه، والسالمون وكل واحد بمقدرته طبعا، والسمك والحاجات اللي زي كده، ولازم يبقى فيه خضار على طول، والكلام ده كله مكلف ما هوش رخيص. فاول حاجه الناس اللي ليس لديها مقدره ماديه تلجا ليه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، بالنسبه للي احنا بنسمعه مؤخرا، مش قريب قوي بس بقالنا فتره، التحليل بتاع الدي ان اي الناس بتعمله علشان ممكن اللي بيتخن كريم ما يتخنيش وحاجات زي كده، فممكن انا اكل عيش مثلا ما يتخنيش كريم، لو كان عيش يتخن. فالدي ان اي ده بتنصح بيه اصلا ولا لا؟ وخلينا نعرف اكتر. بصي عامه انا لما باجي اتعامل مع حد برضه بتعامل على حسب، في تحليل اسمه الغده تي 3 والتي 4 بتعامل بيه، وفي ناس اصلا ما بتقبلش، جسمها ما بيقبلش اللحمه، في ناس فيجيتيريان تمام ما بياكلوش لحم. صح. فانا اول حاجه لما بيجي لي الشخص او الكلاينت اللي داخل الجيم حابب ان هو يتمرن، بعمل له حاجه اسمها فيتنس تيست، اختبار، ببدا اشوف المشاكل الصحيه اللي عنده. طيب. ببدا اشوف، بعمل له كذا اختبار. هو الفيتنس تيست عباره عن 5 أو 6 اختبارات، بعمل له هارت ريت، وبعمل له تمرين الكوبر والبوش اب والبول اب، كل معظم تمارين ببدا اشوف ان انا المستوى بتاعه رايح فين، وببدا اشوف، بتعامل مع فصيله دمه برضه بتفرق كتير في نوع التغذيه اللي انا هديها له، وطول الاسبوع ببدا اشوف
استجابته للاكل ايه، ببدا احط له اكتر من يعني نيتريشن. طبعا احنا بنستقبل الشخص بنعمل له حاجه اسمها انبادي، جهاز الانبادي ده بيقيس كل حاجه، بيطلع لي الهارت ريت بتاعه، بيطلع لي معدل الحرق، بيطلع لي طوله ووزنه وايه المشاكل اللي عنده، والميه قد ايه، والدهون قد ايه، والماسلز قد ايه، عشان بناء عليه ببدا اشوف لو عنده نسبه ميه عاليه ببدا احط له مثلا حاجات تنزل الميه بتاع من جسمه. عنده هو عاده في المصريين هتلاقي نسبه الميه قليله، يعني ده الطبيعي يعني. في طبيعه اجسام بتخزن الميه يعني من كتر السكريات اصلا، برضه هنتكلم فيها ان هو بيخزن ميه في الجسم. خلينا نتكلم في حته النيتريشن، نرجع لحته النيتريشن. في ناس مقدرتها فعلا هو الموضوع مش مكلف قوي، بس على حسب انت بتحسبها صح، لان انا عندي مصادر البروتين هو اغلى حاجه واعلى حاجه قيمه، هي اكتر حاجه جسمك بيحتاجها. طب انا ممكن احصل على البروتين من ايه؟ عندنا الفراخ، اللحمه، السمك، البيض. ففي اكتر ده بالنسبه للبروتين الحيواني، بنتكلم عن البروتين. طريقه اللحمه والفراخ ازاي؟ ما انا ممكن اعمل فراخ بصوص مش عارف ايه ولحمه، ما يعني اتفق ان المفهوم الخاطئ بتاع الدايت اصلا هو الدايت مش حرمان. الكلمه دي فعلا هو الدايت مش حرمان، انا ممكن اكل الاكل اللي انا عاوزه اللي والدتي عاملاه. هو الدايت بتاع كمال الاجسام مش مجرد مش حرمان، ده مطلوب من الشخص ياكل 3 4 اضعاف اي حد عادي. بالظبط، هي فكره الدايت ان انا مش فكره ان انا بقلل كميه الاكل، هي فكره الدايت ان انا بنضف الاكل بتاعي. صحيح. طب انا بنضفه من ايه؟ من الزيوت والسمنه. بمنع زيوت وسمنه خالص، لان فكره الزيت والسمنه هو اصلا اكتر سبب مضر للجسم هو الزيت والسمنه، ومشاكل في القلب كمان، يعني حاجات كلها مهدرجه. انت اكيد خدت بالك من ان في الفتره الاخيره من ضمن المصطلحات اللي استجدت في حياتنا مؤخرا يقول لك فورمه الساحل. ففورمه الساحل دي بقت امل منشود عند كتير من الشباب، بيقعدوا يعني يعزقوا طول فتره الشتاء في الجيمات معسكر مغلق عشان يطلعوا خليني اقول لك برضو فكره ان انت تكبس على جسمك وعلى قدراتك في فتره زمنيه قليله بتمرينات كتير قوي ومكملات بطبيعه الحال كتير، لان مش كل الناس عندها قدره انها تاكل مش عارف فرخه ونص على الغداء، ويعني فاهم ازاي الحاجات دي فيها برضو شيء من الخطوره. ايوه طبعا، انا بعمل ريسك على جسمي، بعمل لود على جسمي. طبعا انا لما بكون وزني زياده جدا واحاول اخس في فتره قليله جدا بتعمل ستريتش مارك، وبتعمل بتخلي عندي بطني لما مثلا الجلد بتاعي ما بيبقاش مشدود، لان انا اصلا كنت حجمي كبير قوي وفي مره واحده قليت، فده بيعمل خطوره وريسك طبعا، ترهلات في الجسم بشكل غريب. لكن انا لما بنزل ستيب باي ستيب وانزل على مهلي ده بيقلل الخطوره على جسمي جدا. وخلينا نقول برضو موضوع فورمه الساحل هو موضوع فعلا يستحق، يعني هو بس انت ما تعملش كده عشان خاطر تطلع الساحل او تطلع تخلي شكل جسمك، بس هو فعلا شكل جسمك لما بيبقى كويس الناس بتبدا تبص عليك، والناس بتبدا تتصور معاك. يعني انا واحد من الناس كنت لسه راجع من الساحل، برضو فعلا الموضوع بيفرق كتير، عامل شغل ان انت ان انت تحافظ على جسمك، فعلا الناس بتبدا تحس لا ده شكله كويس، طب تعالى نتصور معاك. فهو الموضوع بيفرق كتير، بس ده ما يخليكش ان انت تبقى مغرور، بس هي حته الثقه في النفس ان انت فعلا لو حافظت على جسمك وعملت شيب كويس، مش شرط تكون ضخم، مش شرط تكون شكلك كبير، بس انت يبقى شكلك متناسق وجسمك متناسق، سيمتريه كويسه. طبعا الناس وعايز انصح الناس الكبيره ان هي بتقول ان انا لا انا سني كبير على الرياضه وكده، خليك قدوه لاولادك. يعني ابنك لو طلع وشافك بشكل كويس هو فعلا هيتبع نفس النهج بتاعك او نفس الاسلوب بتاعك اللي انت ماشي بيه. لما ابنك يطلع يشوفك بشكل كويس وبتروح الرياضه، انا ببسط جدا لما بلاقي حد جايب ابنه معاه الجيم، بيفرجوا على الاجهزه، بيفضل قاعد يبص على والده ويبدا يحاول يقلده. انا برحب جدا بحاجه زي كده، وببدا اروح اسلم عليه واقول له عاش كويس، لان دي حاجه اصلا بتخلي الواحد انا ابني بيبص عليا وانا بتمرن، فدي حاجه تخلي الولد لما يكبر هو بيحب الرياضه. وده الناس لازم الناس تفضل عندها المفهوم ده. احاول ان انا اتجنب ان انا اعمل حاجات حلوه قدام الاولاد بتاعتي، لان اولادي هم هيطلعوا على نفس النهج بتاعي. طبعا. يعني من شابه اباه فما ظلم. طبعا. فلازم الواحد طبعا يقتدي بال طب كابتن احمد، اوقات بيبقى يعني بعض اللعيبه او بعض ابطال كمال الاجسام، او مش على المستوى الاحترافي، الناس اللي بتمارسه المستوى الاحترافي لازم قياسات معينه مش هتكلم عنهم، لكن على المستوى العادي اللي هو اماتير يعني بيبقى تو ماتش
يعني تلاقي الولد تحديدا هنتكلم على الولاد وبعد كده هنيجي ازاي اصلا بقى للبنات وكمال الاجسام والمتاح وهل مضر للبنات ولا لا وبيأثر ولا لا الحاجات اللي زي كده. بس في ناس بتروح لمدى بعيد قوي وبيبقى حتى الشكل مش حلو، يعني ما فيش حد بيحب تو ماتش من عضلات من شكل، لا بيبقى مبالغ فيه، يعني حتى لو هو بيعمل فورمة الساحل عشان يلفت انتباهه هو بيبقى تيرن اوف. فيعني فخلينا نروح الناس دي برضو الاخطاء اللي بيقعوا فيها عشان يبقى الليفل كده او الشكل كده مبالغ فيه. بص هو في ناس بتهتم بال يعني بالابر بتاعي يعني يهتم بالجزء اللي فوق، يعني تلاقي الجزء اللي فوق لوحده واللي تحت مفيش تناسق. لكن هو لو عارف قد ايه فايده تمرينه الرجلين، هي بتزود هرمون التستوستيرون في الجسم، فهو اصلا المسؤول عن بناء الجسم، يعني هو هرمون التستوستيرون هو المسؤول اصلا عن بناء الجسم. الناس اصلا بتهمل تمرين الرجل، يجي في يوم تمرين الرجل يخترع ده الولاد ده الرجاله يعني الرجاله يعني هو البنات بتهتم بصراحه. انا ما بعملش غير ده يعني في كل حسب الجسم. باجي في اليوم ده بالذات الاقي يا كوتش انا تعبان النهارده مش هقدر اجي، طب ايه الفكره؟ اجي افتكر ان الجدول في النهارده في تمرين. ف من ضمن الاخطاء اللي ناس كتير بتقع فيها ما تعرفش، ودايما هي الموضوع اصلا ستيب باي ستيب. انا لازم في الاول لما باجي اتمرن تمرين رجل احس بتعب وارهاق ومش قادر امشي، واحس ان انا يعني هم بيقولوا انا حاسس ان انا معاق، فاهم اللي هو انا مش قادر اتحرك. بس هو ده الطبيعي، اي حاجه في الاول بتاخد وقت، لكن هو جسمك لو اتعود على حاجه لمده اسبوعين، اي حاجه في الدنيا لو عودت جسم عليها لمده اسبوعين، فانا مش طالب منك غير اسبوعين ان انت تحاول ان انت فعلا تتمرن تمرين رجلين وتجرب قد ايه هي مفيده لجسمك. ما تركزش بس على الشولدرز يعني عشان مبالغ بيبقى فيها. يعني بحس ان الناس بتهتم اكتر. وطبعا انا برضو عايز اتكلم في نقطه معينه، الناس اللي بتشوف الناس اللي هم دراعاتهم كبيره بشكل اوفر وبتاع، اللي هم اصلا دول بياخدوا مواد، ما انصحش الناس ان هي تتابع. ده اصلا بيبقى باع سبلمنتس يعني. لا هي في ناس بتتابع حاجات اللي هم حوال السنسول والحاجات دي، اللي هو بقى عايز يهتم ان هو يشتغل. بينتج عندها ديفو صريح بقى من اللي انت بتتكلم عنه. ظهر مؤخرا في بعض البرامج اللي هو كان ابو دراع. ممكن اقول على شفتها من سنه يعني بجد والله العظيم لازم حد ينصحه، والناس اللي زي كده لان هو شكله بجد مشوه يعني بالزبط. هو شخص عادي شخص عادي ودراعه شكله مش طبيعي يعني مش حتى شكله وحش، شكله مش طبيعي. بعض منهم بيشتغل كمان بودي جاردات، انت عارف معظم الناس بتلجا لحاجه زي كده عشان خاطر شغل. بس انا ما انصحش ان انت في يوم من الايام مش عشان خاطر شغلك تخسر صحتك وعمرك يعني. اصلا فيما بعد بيحصل عمليه بتر طبعا لا قدر الله يعني قدر الله فبيرجع لعمليات ان هو يستخلص الماده دي من جسمه ويطلعها تاني. الحاجه الاكيده ان احنا عندنا اسئله اكتر بكتير كنا حابين ندردش معاك فيها، بس الوقت بيجري على فكره. انت لازم تيجي تنورنا مره، تجيب عضلاتك وتيجي تحضرنا في قعده ثانيه نكمل دردشه بقى باذن الله. وانا سعيد جدا بالشرف. نورت الدنيا يا كابتن. نورتنا يا كابتن احمد بجد، وان شاء الله يبقى لينا فعلا لقاء ثاني زي ما كريم قال، لان لسه ملفاتكم عايزين نتكلم عن البنات برده، وكنا عايزين نتكلم بتفاصيل اكتر عن الدي ان اي وازاي نطبقه وازاي بيفيد. بس ان شاء الله فعلا حلقه ثانيه. هنروح فاصل سريع مع حضراتكم نرجع عشان نكمل فقراتنا، خليكم معانا.